لطالما كان الكسل عائقاً في تحقيق الأهداف وبلوغها، لطالما سعينا لمحاربته بشتى الطرق والوسائل، لكن يجب أن نعلم أن الكسل هو جزء من حياتنا اليومية، خاصة خلال الفترة التي نمر بها الآن وهي فترة الحجر الصحي. لا أتحدث فقط عن حياة الفاشلين وإنما على حياة الإنتاجيين أيضا، فإن شئنا أم أبينا سيبقى الخمول والكسل يلاحقنا وسنظل نحاربه إلى غاية القضاء عليه تماما، معتقدين أنه لن يعود مجددا، وفي كل مرة يعود لتحطيم مزاجنا الإيجابي وحتى مخططاتنا. فعوض أن تبحث على طرق محاربته، تعلم معي عادات فعالة ستساعدك على القضاء عليه. اجعل ممارسة الرياضة عادة يومية لك، بما فيها ممارسة تمارين اليوغا والاسترخاء، فهي تعمل على تنشيط الدورة الدموية في الجسم، وبالتالي ستخلصك من الخمول. يمكنك بكل بساطة ممارسة الرياضة في المنزل من خلال مشاهدتك لأحد فيديوهات الخاصة بالرياضة على اليوتيوب. أما إن كنت عاجزا على تأدية التمارين الرياضية، أنصحك بأن تقوم بالمشي أو الركض لمدة ساعة أو نصف ساعة مع سماع بودكاست أو فيديوهات تحفيزية. قلل من تناول الأطعمة الدسمة والوجبات الجاهزة، وأكثر من شرب الماء لأنه يزيد من التركيز ويجعل جسمك أكثر حيوية، كما أن شرب القهوة وتناول وجبة إفطار غنية بالمواد البروتينية والكربوهيدراتية تعمل على إمداد جسمك الطاقة اللازمة لبداية يومك. الكل منا يتحدث عن أهمية وفوائد الاستيقاظ باكراً، ولكن يجب أن نعلم أيضا بأن الحصول على قسط كاف من النوم يؤثر تأثيرا إيجابيا على نشاطنا اليومي، ويزيد من قدراتنا على أداء الوظائف والمهام بشكل طبيعي. ابتعد عن الضغوط النفسية التي قد تسبب لك الاكتئاب، والذي بدوره يسبب الخمول وعدم الرغبة بالقيام بأي نشاط. الاستحمام بالماء البارد ينشط الأوعية الدموية، وبالتالي سيزيد من نشاطك وحيويتك. كثيرا ما نصاب بالكسل والخمول نتيجة الاكتئاب والتفكير السلبي، ولكن إن ركزنا على النعم المحاطة بنا، وإذا أعطينا قيمة لما نرى، وإذا بحثنا عن الجانب الإيجابي لكل ما يحدث لنا، لتخلصنا من التفكير السلبي، وبالتالي سنتخلص من الكسل. اهتم بمظهرك الخارجي بارتداء ثياب مغايرة أو بوضع ماسكات طبيعية للوجه، هذا سيغير نظرتك على ذاتك وسيزيد من ثقتك بنفسك، وبالتالي ستغير روتينك الممل. كشفت الدراسة أن تحديد الأهداف والرؤية الواضحة في الحياة تساعدك على زيادة نشاطك وحماسك اليومي لتحقيقها. أثبتت الدراسات أن الوضوء يعمل على تدليك أعضاء الجسم المختلفة، والذي قد يخلصك من الكسل والخمول. حافظ على صلاتك وعطر فمك بذكر الله، فكثيرا ما تصاب بالاكتئاب بسبب البعد عن الله والتعلق بالدنيا وملذاتها، لذا راجع نفسك وقوي علاقتك بالله، وذلك بتخصيص جلسات يومية تتحدث فيها مع الله وتفضفض له بكل ما يتعبك في الحياة. وكنصيحة أخيرة، يجب أن تعلم أن أفكارك هي من تقود ذاتك، إما لجرثومة الكسل أو للنشاط،
لذا لا تجعل أمور بسيطة تافهة في الحياة تكون سببا في تدهورك النفسي. فالسماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، إذن لابد من بذل شيئا من الجهد والحركة مع الأخذ بالأسباب للحصول على البركة وتحقيق المراد.